هذا وأغلقت قوة تطلق على نفسها أمن الإدارة الذاتية في سنجار جميع الدوائر والمنظمات والمؤسسات المحلية والدولية في المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم بيكاكا بقوة السلاح. وقال مصدر أمني أن قوة إزيد خان التابعة لتنظيم البيكاكا نفذت قرار الإغلاق بناء على كتاب صادر عما يسمى أمن الإدارة الذاتية في سنجار. وأوضح المصدر أيضا أن قطاعات من الجيش العراقي تحركت إلى قضاء سنجار لاستئناف عمل الدوائر الحكومية.